بسم الله، يعطيكم العافية. اليوم إن شاء الله رح نستكمل ثاني تشابتر من مبادئ علم التغذية. اليوم رح نتكلم عن الأبزوربشن. هلأ الأبزوربشن معناها الامتصاص. إحنا كان هدفنا الأساسي إنه المغذيات يلي أنا أكلتها مثلا حتى التفاح إنها تتكسر لأصغر جزء ممكن، علشان الأصغر جزء ممكن هذا يتم امتصاصه بالسمول انتستين أو بالأمعاء الدقيقة حتى يوصل للبلاد ستريم، أي إنه يوصل لمجرى الدم، والدم بدوره هو اللي بوصل هاي الأكل أو هاي النيوترينتس أو الفوائد يلي أخذناها من الأكل لكل أنحاء الجسم، لكل الخلايا يلي موجودة بالجسم حتى إنها تقوم بوظيفتها. بودي النيوترينتس للقلب عشان يضخ عشان ينشر الدم، بودي لل كبد عشان ينظف الجسم، بيوديه للكلية علشان تأدي وظيفتها، وكل جسم بيحتاج لهاي النيوترينتس. احنا كان اول وظيفة عندنا اللي هو الدايجيشن، فكسرنا الاكل وعملنا له انجيشن وكل اشي تمام صار، وصار اصغر جزء ممكن، فالان راح يصير له اللي هو ايش؟ الابزوربشن. هلا الابزوربشن اتفقنا انه اكثر مكان بصير فيه ابزوربشن اللي هو the most absorption، المكان بصير فيه اللي هو السمول انتستين. ليش؟ شو في جوا السمول انتستين حتى تميزها؟ تمام. هلا السمول انتستين شو فيها اشي مميز؟ فيها اشي اسمه finger like projections. finger معناها الاصبع، شايفين اصبعكم الابهام تطلعوا عليه، هو هذا معنى الفينجر. شوفوا معي، هاي في finger like projection، هاي الصورة اللي هون، اوكي، هاي هي اللي بتدل على انه السمول انتستين فيها finger like projection، اسمه الفيلاي. الفيلاي معناته هو الاشي الجمع، تمام. اما لو بدي اخذ واحدة منهم، يعني شو بكون في عندي كثير من finger like projection، هذا اسمه فيلاي. لو انا اجيت اخذت واحده منهم، بس واحده من هاي بسميها فيلاس، بنسميها ايش؟ الفيلاس. هاي شايفين هالكلمه، هاي الفيلاس. هلا هاي الفيلاس فيها 100 اوف سيلز، مليانه خلايا، تمام. هلا على هاي الفيلاس ايش في عندي؟ في عندي فوق الفيلاس هاي، شايفين هاي الاشياء اللي هون اللي هي اسمها مايكروسكوبيك هير، في عندي شعيرات صغيره هيك قصيره جدا، هاي المايكروسكوبيك هير اسمها المايكرو فيلاي. اذا في عندي الفيلاي، هاي كلها فيلاي اللي هي الجمع، اخذت واحده فيهم اللي هي اسمها الفيلاس. على الفيلاس في عندي شعيرات هيك صغيره اللي هم اسمهم مايكرو فيلاي. ايش اهميه المايكرو فيلاي هاي؟ اهميه المايكرو فيلاي عشان تزيد لي المساحه السطحيه. انا بدي تزيد المساحه، ليش بدي تزيد المساحه؟ علشان يزيد الامتصاص. يعني تخيلوا مثلا هاي في عندكم هاي الصوره شايفينها هون، اعتبروا جاي ماشي عندي نيوترينتس، هاي النيوترينتس، اوكي، هاي نيوترينتس ماشيه. لو بس بدها تمشي النيوترينتس على مستوى مستقيم على طول بتروح، مش كلها بتمتص تدخل جوا، لكن تخيل في تعرجات، تعرجات هيك بزيد المساحه السطحيه، بزيد فرصه انها تيجي تدخل، بزيد فرصه ان تدخل، بيطول الطريق، تمام. فهي اهميتها. هلا بالنسبه للفيلاس، احنا حكينا الفيلاس is covered with absorptive cell، حكيت لكم انه الفيلاس بيكون محط فيها اللي هي المايكروفيلاي. هاي المايكروفيلاي هي بتتم فيها الامتصاص، اوكي. هلا شوفوا معي، هلا بحكي لكم انه الفيلاس ايش في جواها، ايش في بداخلها. بتحتوي على البلاد كابيلاريز اند لاكتيل. هلا البلاد كابيلاريز واللاكتيل رح نحكي عنهم بالتفصيل الممل، لكن بنعطيك اياهم بشكل بسيط. شوفوا معي الفيلاس كيف شكلها من الداخل. هاي حبة الفيلاس اللي هي الفينجر لايك بروجكشن او اللي تشبه الاصبع، زي ما انتم شايفين بتتكون من لون احمر ولون ازرق، هدول بيمثلوا لي السيركولاتوري، اوكي، بيمثلوا لي ايش؟ الكابيلاريز اللي هو البلود كابيلاريز، اللي بتعرفوا اللون الاحمر اللي هو الارتري، واللون الازرق اللي هو الفين. هلا رح نحكي عنهم كمان بالتفصيل، ارجعكم فيهم. وكمان في عندي اللاكتيل يلي هو باللون الاصفر، اوكي، هاي شايفين اللاكتيل هو يلي باللون الاصفر. فالفيلاس من ايش بتكون؟ الفيلاس بتكون من الكابيلاريز، اوكي، بتكون من اللاكتيل، في جوبلت سيل، في كريبت. هاي مش اشياء مطلوب منكم، بس اهم شيء تميزوا لي انه الارتري اللي هو باللون الاحمر، ليش؟ لانه اكسجينيتد، في داخل اكسجين. والفين اللي هو باللون الازرق اللي هو بيكون دي اوكسجينيتد، ما فيه اكسجين، فيه كربون دايوكسيد وفيه الفضلات. وفي عندي الليمفاتيك فيزلز اللي هو بيمتدوا من اللاكتيل، اوكي. شغلات بدي اياكم تعرفوهم ان هم من مكونات مين، من مكونات الفيلاس، رح نحكي عنهم هلا بالتفصيل. الان رح نتكلم عن الترانسبورت سيستم اللي هو شو في عندي انظمه نقل، ايش في اشياء بتنقل لي هاي النيوترينتس بجسمي. في عندي الفاسكولار وفي عندي الليمفاتيك سيستم. هلا الفاسكولار لشو والليمفاتيك سيستم لشو؟ هلا الفاسكولار بتكون للووتر سوليبل فيتامينز او نيوترينتس، يعني اي نيوترينتس، اي مغذي بذوب في المي، بحب المي، بيقدر ينتقل بالمي، اوكي، راح ينتقل بالفاسكولار، يعني حينتقل بالارتري وبالفين، تمام. ومن كمان السمول فات، الفات اللي حجمه صغير،
إذا الفاتي اللي حجمه صغير والواتر سولبل نيوترينتس بيحبوا ينتقلوا بالدم عادي، يعني بينتقلوا بالوريد وبالشريان، الأرتري شريان والفين هو الوريد. أما اللارجر فات، الفاتي الكبيرة، شوفوا عكسهم، يعني فوق سمول صارت لارج، وفوق كانت واتر سوليبل صارت فات سوليبل، بس عكس بعض. هلا اللارج فات والفات سوليبل نيوترينتس وين بيروح بينتقلوا، وين بيحبوا ينتقلوا؟ بينتقلوا بالليمفاتيك سيستم. واي؟ لانه الفاسكولار بتكون من واتر، بتكون من ماء، والماء هو بولر، والفات ما بحب المي، ضل مفصول عنها، وهي مشكله، بيج بروبلم. فلقالوا حل، لقالوا ايش ما لقالوا، ترانسبورت سيستم، نظام نقل خاص فيه اللي هو اسمه الليمفاتيك سيستم. تمام، اي شيء فات خصوصا الفات الكبير والفات سوليبل نيوترينتس بلاقوا لهم طريق خاص لهم اللي هو الليمفاتيك سيستم. اما الفات الصغيره بحكي خلص مش مشكله، انا بدبر حالي. تمام، ثاني شيء بالنسبه للفاسكولار بتكون من شو؟ بتكون من البلد، من الريد بلود سيلز بخصوص، يعني الريد بلود سيلز. اما الليمفاتيك سيستم بتكون من الليمف، هو السائل الليمفي اللي هو فيه المناعه، اوكي، اللي هو الوايت بلود سيلز. اذا فوق الريد بلود سيلز وتحت الوايت بلود سيلز. ايش اللي رح يصير بالفاسكولار؟ الفاسكولار اللي هو الدم هذا اللي حينتقل بالفين وبالارتري، ماله رح يصير دي توكسيفايد، توكسين يعني سم، دي يعني نزع، يعني بدي انزع السموم، بدي انظف. تمام، بالليفر، يعني الدم هذا شايفين الريد بلود سيلز يلي بالفاسكولار رايح يروح على الكبد. تخيلوا معي، بيكون في عندي one second. اوكي، هاي الدم بيكون ماشي، الدم في داخله بتكون النيوترينتس، تمام، هاي النيوترينتس بتكون بالدم، هاي راح تكون تنتقل لوين؟ راح تروح لمين؟ راح تروح للكبد. فلما تروح للكبد، الكبد راح يتفحص حبه حبه من هدول النيوترينتس، يشوفوا هل هم سميين، هل فيهم خطر، هل انا لازم اخلص منهم، هل كل شيء تمام، وبتبلش تعمل هدي توكسيفايد. اوكي، هاي بالنسبه لمين؟ بالنسبه للووتر سولبل نيوترينتس والسمول فات. اما بالنسبه للليمفاتيك سيستم ما راح تمر بالليفر، متخيلين؟ ما راح تمشي بالليفر، فما راح يحصل ديتوكسيفاي. هل ما يحصل؟ لا ابدا ديتوكسيفاي، لا، مش باول راوند، مش باول لفه، باللفه الثانيه راح تدخل الليفر. شو يعني اول لفه وثاني لفه؟ راح نحكي بالتفصيل، لكن بشكل عام هاي مفارقه بسيطه، هلا راح نفهمها بالتفصيل. اوكي، نبدا. بدنا نتفق على عده اشياء. اول شيء لو فهمتوها علي راح يختصر عليكم وقت كثير. هلا بالنسبه للترانسبورت سيستم، مين الاعضاء او الاجهزه اللي راح تهمني؟ راح تهمني اللانجز، شو هي اللانجز؟ اللي هي الرئتين. راح تهمني الهارت، الليفت والرايت، اللي هو القلب. راح يهمني الليفر، اللي هو الكبد. راح يهمني السمول انتستين، اللي هي الامعاء الدقيقه. هدول الاربع اورجنز انا بهموني، راح احكي عنهم. اوكي، وبدنا نتفق على كمان شغله، اي اشي بخص اللانج بنسميه ايش؟ بنسميه البولمونري. اوكي، اي اشي بخص اللانج راح نسميه البولمونري. تمام، اي اشي بخص الليفر بنسميه هيباتيك. هاي الاشياء يعني اللي راح تستخدموها لحد ما تتخرجوا، ما هيك مرادفات لإلهم. تمام، اي اشي بخص الليفر حنسميه هيباتيك. اي اشي، ركزوا معي، اي اشي بيطلع من القلب بغادر القلب بنسميه ايش؟ الارتري. اذا الارتري هو leaving the heart، يلي بغادر القلب يلي هو الارتري. اما يلي بيدخل القلب يعني بدخل عليه بنسميه الفين. اذا الارتري اللي هو الشريان، ليفينج هارت، بغادر القلب، يعني اي شيء بيطلع من القلب بنسميه ارتري او شريان، بيكون لونه احمر. واي شيء بدخل القلب بنسميه الفين. اوكي، اذا اتفقنا الهيباتيك ليفر، اللانج بلمونري، والانترينج للهارت اللي هو الفين، والليفينج للهارت اللي هو الارتري، هي مكتوب فوق عندكم بالريمبر. اوكي، let's start، نبدأ سلسلتنا. مش احنا حكينا transport system، مش هو نظام؟ نشوف النظام من وين ببدأ. نبلش، بحكي لكم انه ببدأ النظام من ال hearts. ال hearts رح يطلع الدم من ال right، من جهة ال right. okay one second. okay تمام، ال heart بيطلع الدم من ال right، من جهة ال right، بوديها لوين؟ بوديها لل lung. طيب ايش اسم هاي الخطوة؟ يلا سوا نعرفها. طالع من القلب معناته ايش؟ artery. رايح على اللنج معناها البولمينري. اذا شو اسمه؟ شو اسمه؟ اسمه البولمينري artery. شفتوا ببساطة كيف؟ بدناش نحفظ، بس هيك يعني، بس تحفظنا شغلة ونطبق عليها. اذا يلي غادر الرايت، يلي غادر الرايت هارت،
بيروح على اللنج بنسميه البولمينري ارتري اللي هو انتقل الدم بالشريان الرئوي. وين راح؟ راح على الرئة. ليش راح على الرئة؟ علشان يطلع ثاني اكسيد الكربون ويجيب الاكسجين من الجو. ليش احنا بنتنفس؟ علشان نطلع ثاني اكسيد الكربون زفير وبناخذ شهيق اكسجين بنرجعه على الدم، تمام؟ طيب بعدين بعد ما راح الدم من القلب راح على الرئة. اوكي 1 سكند. بعد ما راح على الرئة بده يرجع مرة تانية على جهة اليسار. طيب بده يرجع، طلعوا معي. لانج معناها البولمينري، داخل على القلب انترينج للهارت اللي هو فين. فايش رايحين نسميه؟ رايحين نسميه البولمينري فين. اوكي سو البولمينري فين يلي هو ايش؟ الدم يلي مؤكسد يلي في داخل اكسجين يلي راجع على القلب. اذا اول اشي من الرايت رايح يطلع منه الدم، رايح يروح عن طريق البولمينري ارتري. ليش هيك اسمه؟ لانه رايح على اللنج ولانه ارتري لانه طالع. اوكي راح يروح على اللنج، راح يطلع ثاني اكسيد الكربون، راح يجيب الاكسجين، راح يرجع على القلب. طالما رجع على القلب فهو فين، وطالما جاي من الرئه معناته هو البولمينري. هلا الدم وين موجود؟ موجود بالجهه اليسرى من القلب. هلا القلب هو عباره عن بامب، عباره عن مضخه. هذا القلب بده يضخ، هيك بده يضخ الدم يلي جواه لكل انحاء الجسم، للراس والذنين والعينين، كل شيء يعني كل الاجزاء العلويه، وللرجلين وللاقدام وللحوض وكل الاجزاء السفليه. هيك وظيفه القلب. طيب شو يلي راح يساعده حتى انه يكون بامب، حتى يكون مضخه، او كيف راح ينشر الدم يلي جواه، الدم المؤكسد يلي جابه من الرئه، كيف راح ينشره؟ راح ينشره بشيء اسمه الاورتا اللي هو الابهر. اوكي هذا الاورتا رح ينقل الدم، رح ينقل الدم من الجهة اليسرى لوين؟ لكل أنحاء الجسم. لكن أنا إيش يلي رح يهمني؟ أنا بتعرفوا إحنا قاعدين ندرس عن الأكل، قاعدين ندرس عن الدايجيشن، فرح يهمني إنه رح يودي الدم للليفر، رح يودي الدم للسمول انتستين. رح يودي الدم لمين؟ للليفر، رح يوديها كمان للسمول انتستين اللي هو الدم المؤكسد، رح تودى للليفر وللسمول انتستين، وأكيد رح يتودى لكل أنحاء الجسم، بس إحنا ما رح نغطي هالموضوع لأنه مش هامنا حاليا، رح نركز على الإشي اللي بيهمنا. هلا هذا الدم راح يروح على الليفر، اوكي؟ وكمان راح يروح على السمول انتستين. ليش بيروح على الليفر؟ لانه الليفر زيها زي اي اورجان، زي اي عضو بجسمنا، بحتاج لدم مؤكسد، بحتاج لاكسجين، بحتاج للنيوترينتس، صح؟ فراح يروح على الليفر عشان يطعميها. وين كمان راح يروح على السمول انتستين. حذركم، ليش رايح على السمول انتستين؟ اكيد لانه السمول انتستين فيها نيوترينتس، صح؟ مش السمول انتستين المكان يلي راح اللي صار فيه الامتصاص للنيوترينتس وبعد راح يروح على الدم. يلا نروح على الدم، الأكل يلي انتقل من تمنا للمريء للبلعوم للمعدة للسمول انتستين يلي تكسر، يلي الإنزيمات حطمت، ويلي صار أصغر حجم، يلي راح بالفينجر لايك بروجكشن، للي راح للمايكروفيلاي، كل هاي الشغلات علشان يوصل الدم. يلا نوصل الدم. فبنتقل النيوترينتس من السمول انتستين للدم يلي جاي من الأورتا، تمام؟ وين بنتقل؟ النيوترينتس اللي داخل السمول انتستين رايحة تروح على الدم يلي جاي من الأورتا. طيب بعدين بعد ما انتقل من الدم يلي جاي للأورتا، اوكي ايش رح يصير؟ ركزوا معي. هيا انتقل النيوترينتس للأورتا، بعدين ايش رح يصير؟ رح ينتقل كل شيء موجود بالسمول انتستين، الدم يلي موجود بالسمول انتستين يلي محمل بالنيوترينتس رح ينتقل لمين؟ للليفر. طيب طالما انتقل للليفر ايش اسمه؟ اي طالما انه ريليتد للليفر، له دخل بالليفر، اسمه الهيباتيك. اسمه ايش؟ هيباتيك. ليش فين؟ لانه ايش؟ رايح يدخل للهارت بالاخر، تمام؟ ليش فين؟ لانه اخرته رح يدخل للهارت. هلا بنشوف كيف. اذا هو ليش هيباتيك؟ ليش اسمه هيباتيك؟ لانه داخل لمين؟ للليفر، رايح على الليفر، فله دخل بالهيباتيك. ليش فين؟ لانه بس نكمل السلسله الان رح يدخل للقلب، وهي اللي بيدخل على القلب نسميناه الفين. اذا هو اسمه الهيباتيك بورتال فين. اذا الدم يلي جاي من الاورتا يلي اوكسجينيتد يلي راح على السمول انتستين يلي اخذ منها الاكل رايح ينتقل بالهيباتيك بورتال فين. راح ينتقل بالهيباتيك بورتال فين لوين؟ راح ينتقل للكبد. ليش راح ينتقل للكبد؟ زي ما اتفقنا عشان يصير له ديتوكسيفايد، علشان الكبد تنظفه تعقمه، تشوف لو في ميكروبات، لو تشوف في مشاكل، لو في سميه، تمام؟ تمام. هلا بعد ما راح على الليفر، بعد ما شيكت عليه الليفر، بعد ما تاكدت انه كل شيء تمام، رايح الليفر تنقل الدم يلي فيها والاكل يلي فيها لوين؟ للهيباتيك فين.
لوين؟ للهارت. رح ننقل للهارت. طالما انه داخل على الهارت، داخل يعني مين؟ يعني فين، صح؟ وطالما انه له دخل بالليفر معناته هيباتك. بالهيباتك فين رايح يرجع للرايت، بعد ما رجع للرايت رح نرجع نعيد السلسله. يلا نعيد السلسله سوا. يلا بنتقل الدم من الرايت، بيطلع من القلب معناها artery، راح على اللانج معناها pulmonary، فانتقل عن طريق pulmonary artery اللي هو الدم يلي بيكون دي اكسجينات ما فيه اكسجين. ليش؟ لانه شفتوا الدم كله توزع على كل الجسم، فالجسم بعطي فضلاته للدم، صح؟ وبأخذ منه الاكسجين عشان يتغذى. تمام، راح على اللانج، بعدين طلعنا ثاني اكسيد الكربون، دخلنا اكسجين، راح رجع مرة تانية دخل على القلب. طالما انه داخل معناته vein، طالما انه رئوي معناته pulmonary. بعدين شو صار؟ بعدين من الليفت عن طريق الاورتا راح ودي الدم للليفر، اوكي، راح ودي الدم للسمول انتستين. طالما ودى للليفر، الليفر بتاخد حاجتها من الاكل، بتاخد حاجتها من الاكسجين، وبترجع الدم لمين؟ للهارت. تمام، وكمان راح ينتقل الدم للسمول انتستين، بعدين من السمول انتستين راح ينتقل بالهيباتيك بورتال فين للليفر عشان يصير ديتوكسيفايز، بعدين راح يروح للهارت، وبعدين نعيد السلسله مره اخرى. هلا هاي سلسلة مين؟ هاي السلسلة اللي اتفقنا عليها لمين؟ للفات اللي تكون صغيرة، وللنيوتريات، للواتر سوليبل نيوتريان. تمام؟ طيب الفات سوليبل نيوتريان واللارج فات كيف رايح يكون شغلها؟ كيف شغلها راح يكون؟ شوفوا معي كيف راح يكون شغلها. شغلها كالتالي، احنا حكينا، نعيد مرة تانية، حكينا انه الدم بنتقل من اليمين بروح على اللانج عشان يطالع artery pulmonary lung، بعدين من اللانج بروح للليفت عشان داخل vein رئوي pulmonary، بعدين من الليفت عن طريق الأورتا بروح للليفر، بروح للسمول انتستين. هلا بدنا نهمنا من عند السمول انتستين، راح الدم على السمول انتستين. هلا السمول انتستين امتصت مين؟ امتصت الدهون، امتصت كل شيء، كل شيء فيها. فالدهون الصغيرة بتروح توديهم للليفر، والأشياء اللي بتحب المي أو الواتر soluble nutrient توديه للليفر. تمام؟ أما الفات soluble اللارج والفات سوليبل النيوتريانتس ايش بروح بيعمل؟ بروح وديها للليمف. هذا الليمف اللي شفناه قبل شوي بالصوره اللي هو اللاكتيل، هذا الليمف ايش بروح بيعمله؟ بروح بنقله بشيء اسمه سب كليفين فين. ليش فين؟ لماذا فين؟ لان شفتوا اخرته رجع لوين؟ دخل على الهارت. طالما دخل على الهارت فهو فين، اذا هو بعدين بنتقل للسب كليفين كليفين فين، بعدين السب كليفين فين بروح لوين؟ للهيباتيك فين، بروح للهارت. اذا انتم ملاحظين انه اللنف ما مر بالليفر، ما دخل الليفر، صح؟ علشان هيك سميناه انه رح يدخل الليفر بالراوند الثانيه. كيف بالراوند الثانيه؟ شوفوا كيف بالراوند الثانيه، السمول انتستين ودى لللنف، مشى اللنف، راح صب كليفين فين، بعدين راح على الهيباتيك فين، دخل على الرايت، بعدين الرايت لللنج، من اللنج لللفت، من اللفت للأورتا، من الأورتا للسمول انتستين، من السمول انتستين راح يروح للهيباتيك بورتال فين، راح يدخل الليفر. تمام؟ فهيك هيك دخل اخرته، بس مش من اول لفه. اول لفه وين راح؟ اول لفه دخل على سبك ليفن فين، بعدين راح للهيباتيك فين، عشان هيك ما سميناه انه بيدخل باول لفه. تمام؟ الان نرجع للسلايدات. بحكي انه الفيلاس حكينا بيكون محاط بالمايكروفيلاي اللي هو الابزوربتيف سيل، حكيناها. حكينا كمان انه البلاد كابيلاريز بيحتوي على البلاد كابيلاريز واللاكتيل، شفنا الرسمه. حكينا الواتر سوليبل نيوترينتس راح تروح عن طريق الكابيلاريز، اوكي، راح تروح عن طريق اللي هي الشعيرات الدمويه اللي تتكون من الفين والارتري زي ما شفنا بالرسمه من شوي. الاشياء الذائبه بالماء بتروح بالمجرى الدم عادي يعني، وبعدين بتروح للبورتال فين زي ما شفنا كيف انتقلت للبورتال فين. تمام، بعدين الفات سوليبل نيوترينتس حكينا حتدخل على اللاكتيل وحتروح على الليمف فيزلز. تمام، بداية نبدأ بالفاسكولار سيركيلاتوري سيستم اللي حكينا عنه من شوي، اللي هي اول سيستم حكينا عنه يعني قبل ما ننتقل قبل ما نحكي عن الليمف. حكينا اول اشي انه الفاسكولار سيركيلاتوري سيستم، شوف شو حاكي، بيحكي البلاد سيركيلاتوري سيستم از كلوزد يونت اوف بلاد فيزلز. اكيد كلوزد، شوف كيف الرسمة كلها كلوزد، يعني عبارة عن اعتبره زي مسار للدم لكن مسكر، يعني الدم مش رح يطلع من جسمنا، الدم بس بيمشي حواليه، يعني مسكر. يعني شوفوا له بداية مثلا، بلش من هون وانتهى مثلا بمكان معين، كله مسكر، ما فيش ولا اي ثقب، ما في اثقاب. تمام، فهو كلوزد مسكر. وبلاد فلوز ذس سيستم كونتينيو، اكيد الدم بيمشي بجسمنا مستمر، اكيد مش حيوقف الدم ولا ثانية بوقف الدم. تمام، لو وقف اصلا معناه في جلطة. الهارت فانكشن از ا بامب ان ذا سنتر، اكيد موقع القلب، شوفوا موقع القلب بالجسم الانسان بالنص،
وظيفته زي مضخة pump. وذرات vascular system، كيف اتجاه أو كيف حركة vascular system؟ تبدأ بالقلب، ذكر حكينا نبدأ من الرايت. شوفوا معي ها، نراجع سوا. هاي رقم واحد بيحكي إنه اللي blood leaves the right side، إنه الدم بيغادر. أنا حقرأ لكم بالعربي، هي نفسه بالإنجليزي تمام. هاي شوفوا رقم واحد، الدم رايح يغادر الجهة اليمين من القلب، وبعدين راح يروح على عن طريق مين؟ عن طريق البولمينري آرتري. رح حكينا ليش بولمينري آرتري. بعدين رقم اثنين شو بيحكي لكم؟ بيحكي لكم انه الدم رايح ايش؟ رح يخسر ثاني اكسيد الكربون، رح يحمل الاكسجين من الرئة، بعدين رح يرجع للجهة اليسار عن طريق البولمينري فين تمام. رقم ثلاث، البلاد رح يغادر الجهة اليسار من القلب عن طريق الأورتا، بعدين الأورتا رايحة تروح وين؟ على كل انحاء الجسم. فالدم رح ينتقل لوين؟ شوف رقم أربعة، رح يغادر الأورتا عشان يروح للأبر، أي الجزء العلوي من الجسم زي الراس مثلا، وكمان رايح يروح على اللور بادي زي الرجلين وهي الشغلات. رقم خمسة بحكي لكم إن الدم ماله رح يروح على الدايجستيف تراكت، رح يروح على الليفر زي ما حكيت لكم، أو رح يروح على الكيدني والليجز. الكيدني والليجز هي شغلة ما بتهمني، أنا ركزت على الدايجستيف تراكت أو على السمول انتستين يعني، وعلى الليفر. بعد رقم ستة بحكي إنه الدم رايح يرجع على الرايت سايد زي ما حكيت لكم تمام، وبعدين رايح يروح للليمف بحالة انه احنا احتجنا. فانه هاي الاشياء اللي حكينا عنها تمام. اوكي شو كاتب هون؟ بحكي لكم كيف الروت، كيف الاتجاه يعني بابسط طريقة ممكنة. بحكي لكم انه بدأنا من الهارت، من القلب، بعد القلب رحنا للارتري، بعد الارتري كابيلاريز، بعد الكابيلاريز للفين، بعدين للهارت. كيف؟ خلني راجعكم. شوفوا بدأنا بالقلب صح؟ هايو بدأنا بالقلب، هاي رقم واحد. بعدين بعد القلب ايش رحنا عملنا؟ راح طلع من القلب صح؟ طلع من القلب اوكي تمام، من الهارت اي من القلب، بعدين بروح للارتريز، بعدين بروح للكابيلرز اللي هي الشعيرات الدموية اللي بتكون. شوفوا هاي بتكون هيك بيناتهم، هيك بتكون اشي صغير يعني. شوفوا هون بيكون في عندي، هون بيكون في عندي الفين، هاي الارتري، بيناتهم بيكون في الكابيلرز اللي هي الشعيرات، هاي اللي هون مش الراس، الشعيرات اللي وراها. بعدين بيروح للمين؟ بعدين للهارت. هلا لو بدك تسألوني ليش انت يا بتحكيني انه ارتر بعدين فين، رغم انه احنا هون ايش حكينا؟ حكينا البولميناري فين بعدين البولميناري ارتر، ليش مش العكس يعني؟ ليش هون حكينا العكس فوق؟ السبب انه بس الرئة هي اللي تيجي بالعكس، ما بعرف دخلت هالاشي بالبيو، لكن بالرئة الفين بعدين الارتري، اما باقي الجسم بيكون العكس تمام. إذا هارت للأرتري للكابيلاريز للفين باك تو ذا هارت تمام. هلا السيركيلاتوري سيستم حكينا البلاد بيغادر اليسار، بعدين ايش هو؟ عن طريق الأورتا، بعدين بيروح الدم للأبر، بعدين بيروح لللور، وحكينا اللور لوين، واخر ايش وين بنتهي؟ كيف بنتهي السلسله؟ بنتهي انه يوصل للرايت سايد مره تانية صح. بعدين الهارت كيف حكى لكم ترتيباته؟ هارت ارتري كابيلاريز فين بعدين للهارت تمام. وحكينا كمان عن الدايجستيف سيستم روت، اللي هو اللي هو كيف يعني الدايجستيف سيستم. حكى انه انتستينال كابيلاريز تو ذا كابيلاريز اوف ذا ليفر باي بورتال فين. اذا متذكرين انه كان في عندنا الامعاء الدقيقه صح؟ هاي الامعاء الدقيقه ودت الدم لوين؟ ودته للليفر عن طريق شو؟ عن طريق البورتال فين. اذا متذكرين الرسمه كانت هاي البورتال فين، شوف هاي رسمه هون ثانيه، هاي البورتال فين ايش راح عملت؟ راحت نقلت كل النيوترينتس اللي جابتهم من هون ودتهم للبورتال فين، والبورتال فين راح وداهم لمين؟ راح وداهم للليفر اوكي. بعدين كيف كان يرجع الدم من الليفر للهارت؟ عن طريق الهيباتيك فين تمام. بعدين الهارت تو ارتريز تو كابيلاريز تو فين تو كابيلاريز تو، يرجع لكم عادلكم نفس الجمله، انه من القلب للارتري للكابيلاريز تمام، بعدين للفين، بعدين للهارت تمام. هلا الليفر هي الجيت كيبر، اللي هو عباره زي عندنا زي مدافع، زي حامل الجسم، زي ديتوكسيفايزن، هو زي مصنع الجسم بيتم فيه استكشاف لو في اشي سام، لو في اشي مضر بالجسم بيتم معالجته بالليفر تمام. شو تعريف الكابيلاريز؟ اللي هي الشعيرات الدمويه، هي عباره عن فاين نتورك، عباره عن شبكه بتكون هيك فاين يعني رفيعه من البلود فيزلز، من الدم يعني، وهاي المكان اللي بصير فيها تبادل ثاني اكسيد الكربون والاكسجين. خليني اجيب لكم صوره واضحه للكابيلاريز. شوفوا معي هاي الكابيلاريز، في عندي الارتري اللي هو لونه احمر،
في عندي الفين يلي لونه أزرق، وفي عندي الكابيلاري. شوفوا الكابيلاري كيف بتكون ممتدة ما بين الفين وما بين الأرتري، بكون في هون عندي خلايا، عدد هائل هائل من الخلايا، تمام؟ هذا العدد الهائل من الخلايا إيش بروح بيعمل؟ بروح بسحب الأكسجين لعنده، بروح بسحب الأكسجين لعنده، تمام؟ بضلوا يسحب بضلوا يسحب بضلوا يسحب بضلوا يسحب، ويعطي ثاني اكسيد الكربون، ويعطي ثاني اكسيد الكربون، ويعطي ثاني اكسيد الكربون، لحد ما يتحول من اللون الاحمر، يعني في اكسجين، لحد ما يتحول للون ازرق، انه بطل في اكسجين. يعني بكون، شوفوا معي، اوكي اون سكند، بكون الدم مثلا ماشي زي هيك، وهنا مليان خلايا، هنا مليان خلايا، ببلش الخلايا تسحب الاكسجين، تسحب الاكسجين، تسحب الاكسجين والنيوترينتس، تسحب تسحب، وبالمقابل بتعطيهم ايش؟ بتعطيهم ثاني اكسيد الكربون، بتعطيهم الويست، بعدين بتحول للون الأزرق اللي هو الدي أكسجينيتد اللي هو الفين، تمام؟ الآن نقرأ هاي الخطوات يلي هون بحكي إنه الفيزلز اللي هي الدم يعني بيجمع للنيوترينز وبيرجع يمتص الماء والأملاح من الداجيزف تراكت. حكينا مش شفتوا كيف يمتص كل إشي من السمول انتستين اللي إجت الدم من ال من ال اللي إجت الدم من الأبهر، تمام؟ بعدين إيش؟ بعدين الفيزل بينقل الدم هاد بعد ما اخذه من السمول انتستين عن طريق البورتال فين، تمام؟ هاي البورتال فين بوديه للليفر، الليفر بيشيك عليه بشوف اذا في سمو او اي اشي. وبعد هيك ايش راح يصير؟ البورتال طبعا في عندي الهيباتيك ارتري اذا متذكرين، اللي هي ايش ما راح جاب الدم دخلته على الكبد، هي دخل هيباتيك يعني طالع من الدم، اوكي؟ فانه ايش عملت؟ دخلته على الكبد علشان الكبد ياخذ اكسجين، ياخذ حاجته. مش قلنا في مسارين؟ كان مسار بيدخل على الكبد مباشره، وكان في مسار ماله كان يهون. شوفوا، مش حكينا انه في عندي الاورتا جهتين، ممكن تروح على الليفر، ممكن تروح على السمول انتستين. طالما طالعه من القلب فهي ارتري، تمام؟ طالما انها طالعه من القلب فهي ارتري، فهيباتك الارتري بروح لمين؟ بروح للليفر، بنقل الاكسجين فقط. وفي عندي كمان الهيباتيك ارتري او عن طريق اللي هي الاورتا، هاي بتروح للسمول انتستين، والسمول انتستين زي ما حكينا، تمام؟ بحكي لكم انه بيعطيه بالدم from the lungs to supply oxygen to the liver on cells، تمام؟ بعد حكينا انه النيوترينتس والاكسجين افايبل بتم صنعه وبتم توصيله كل الخلايا بالجسم حتى للدايجستيف سيستم، وحتى الدايجستيف سيستم هو الأصل اللي بنشئ هاي الأشياء أو النيوترينتس بتم أخذها من الدايجستيف سيستم. الهيباتيك فين، طالما إنه فين معناته رايح على القلب، هيباتيك معناته الليفر، معناته الفين أو الإشي اللي جاي من الليفر اللي دخل بالهيباتيك وداخل على القلب معناته فين، راح يجمع كل النيوترينتس، كل الأشياء اللي أخذها من السمول انتستين اللي شيك عليها، ويرجعها للقلب عشان القلب يروح يجيب بخليها أكسجيناتد، يرجع يضخها لكل أنحاء الجسم. وشوفوا زي حكى لكم، بحكي لكم بالنسبة للليمف ما راح على الكبد بأول مرة، مش من أول مرة راح على الكبد، بيحكي إنه راح أول إشي وين؟ على الهارت. بعد ما راح على الهارت رجع صار له بامبس مرة تانية، ضخ لكل أنحاء الجسم وعن طريقه رجع بعدين دخل على الليفر، مش من أول مرة دخل على الليفر، دخل مرة الثانية، تمام؟